غالية دايما زي ما انتوا عارفين بتمشي بالراحة على رأي المثل. اذا كنت قاعد على بير اصرف بتدبير. لقيت البلح العيوشة الحلو ده، انا اقول عليه، في ناس بقى تسميه سماوي وناس دي اسامي تانية، انا بنسميه عندنا بلح عيوشة، اللي هو البلح ده الكيلو ب2.5 جنيه زي الفل. اول لما بيرخص كده بنبتدي نعمله مربى للاطفال، بيبقى زي الفل وجميل، وتعمليه بقى وينزل كده اللون الاحمر بتاعه الحلو، بس لازم نتقشر. انا مقشره حبه اهم، بس هوريكم برضو. هو لازم يتقشر وتطلعي منه النوى وتقطعيها 4 ارباع. هتجيبيه وتغسليه كويس، عشان طبعا بيبقى عند تغسليه بالصابون، ما تخافيش منه، اغسليه بالصابون، لان البلح والعنب والحاجات دي بتبقى عند الفكهانيه تراب دبان حاجه، فحطي عليه صابون واغسليه طول ما هو جامد كده وحلو، وتشطفيه كويس قوي. هنقشره ليه؟ هنقشره عشان القشره دي في المربى تبقى عاصيه ناشفه، مش هتستوي، هتبقى محلبنه. يعني ايه محلبنه؟ محلبنه يعني هتبقى ناشفه، مش هتت ولا هتستوي ولا هتتهدم. لما تيجي تاكلي المربى في فينو او في اي حاجه للعيال تقف في زورهم، فلازم يتقشر. وبعدين انا بدعي من قلب اقول يا رب يطري كل عاصي ويهدي كل عاصي. ما تجريش على اللحم قوي، خدي القشره بس الصغيره دي وطلعي منها النوايا اهو، شقيها كده اهي، هتطلع معاكي 4 ارباع كده. البلح عشان يتعمل مربى لازم يتسلق لانه ناشف، غير الفراوله بتبقى طريه، غير التين بيبقى طري، غير الجزر ما بيستحملش، لكن البلح بيبقى ناشف. ما ينفعش نحط عليه السكر على طول، السكر يتعقد ويبقى عامل زي كراميل ويفضل فيها البلح ني. فلازم الاول البلح يتسلق في شويه ميه لحد لما يطرى قبل ما نحط عليه سكر ولا الليمونه ولا اي حاجه. انا كل الاكل النهارده اللي احنا عاملينه وحبايبنا طالبينه من الفيسبوك، يعني المربى دي طلبها سما علي، والقلقاس طلبه استاذ مهند، فاحنا النهارده قلنا نعمل كل الاكل اللي حبايبنا يحبوه. هنحطه على النار، على نار هاديه كده لحد ما يتسلق ويبقى طري. كده المربى بدأت تلف وبقى لونها يبقى احمر، وتجيب اللون بتاعها. اللهم صل على النبي، ده بقت مربى فل. لو عاوزه تهرسيها بقى اهي، بصوا، لو عاوزه تهرسيها بالهراسه عشان تبقى عامله كده ببعضيها داخله، مش عاوزه تسيبيها كده فصوص زي ما تحبي، بس هي كل ما هتلف هتحلو. احنا ممكن نهرسها لو حبينا عشان لو حطيتيها في سندوتشات ما تقعش. السلام عليكم. ازيك يا شمس؟ الله يسلمك، ازيك يا حاجه غالي؟ تسلمي وتعيشي. شايفه المربى على وشك يا شمس عامله ازاي؟ عسل من ايديك. شايفه البلح احمر وبقى جميل ازاي بالقرفه؟ جميله والله. تسلمي. انا معودات شركه محل. عاوزه ايه يا قمر؟ انا معودات شركه المحل ده. اجي المحله؟ اه، انا رحت المحله وهناك استقبلوني احسن استقبال، بس اجيلك تاني. ماشي، بتنورني. تسلمي وتعيشي. وابني شيف في اسكندريه كمان. ربنا يخليك. الله يخليك. ماشي يا حاجه غالية. يعني ده انا لما رحت المحله جبت من هناك احلى مليات. اه، احلى مليات، حاجات جميل. اه، ولسه بيتي كله مفروش من المحل. اه، الله يخليك. نورتيني. الله يخليك، مع السلامه. مع السلامه. كده احنا عملنا مربى البلح. هنيجي هنا، مربى البلح استوت اهي، بيتسلقت. اول لما تنزل اللون الاحمر، بصوا اللون عامل ازاي، نزلت اللون بتاعها الاحمر بتاع البلح اهو، لونه عامل ازاي اهو. هنروح حط بقى عليه السكر، كيلو البلح، كيلو البلح اللي هو ده، سواء بقى الزغلول او البلح ده، سواء ده او ده، هتحطي 1.5 كوباية سكر، يعني عشان هو بيبقى مسكر وبينزل عسل، 1.5 كوباية سكر من الكوبايات دي.
مش اكتر من كده، عشان تبقى مقبولة وتقدري تاكليها وما تبقاش مشبكة. على الكيلو بلح كوباية ونص سكر، ولو حبيتوا تحط السكر قبلها بليلة ماشي، بس لازم في البلح مش هينفع تحطوا عليه السكر قبلها بليلة، لأن لازم يتسلق من غير سكر الأول، لازم البلحية تستوي. السكر تحطوه على المربات الطرية عشان تنزل ميتها، اللي هي زي الفراولة، زي التين، زي الجزر، زي الكريز، زي الحرنكش. فكرتوني على مربة الحرنكش، امي كانت بتعملها لنا، ده كان كريز الغلابة بتاعنا. ان شاء الله اول هو موسمه برضو، على اخر الشهر هتلاقوه كتر، اول لما يجي اعمل لكم مربة حرنكش. هنسيبها بقى كده، اول لما تغلي غلوتين هنروح حاطين لها الليمونة بتاعتها ونوطي عليها على نار هاديه. هتطلع حته مربى بالف هنا وشفا لكل حبايبي. وممكن تحطي عليها قرنفل، او تحطي عليها شويه عود قرفه، تسقطي فيها عود قرفه. احنا ممكن عود قرفه خشب، نحط فيها عود قرفه خشب، تبقى ريحتها حلوه. اهو عود او عودين كده صحوح اهم. وكمان بقى لو حبيتي تحطي كمان 4 حبات قرنفل تخليها فل. حطي العود صحيح زي ما هو، عشان لو حبيتي تشيليه ما يبقاش مخشب ولا تيجي منه حته في بق العيال ولا حاجه، عشان يا دوبك تاخد الريحه. وبعد كده نبقى نشيله لما ايه، لما تلف. مربه البلح دي بتبقى حلوه، او في ناس تحب تحط لها لوز. غاليه النهارده هتحطي شويه سوداني، يعني ايه اللي يحب يحط لها لوز ماشي، اللي عاوز يحط لها سوداني ماشي، زي ما تحبه. تحب تاكليها كده من غير اي حاجه زي الفل، مش هتقول عني. يعني انا دايما ايه، يعني انا مش بخيله الحمد لله، غاليه مش بخيله، بس بعمل اللي على قدي. يعني اللي عاوزه تحط شويه لوز ما يجراش حاجه، اللي عاوزه تحط شويه سوداني هتبقى زي الفل. وبعدين هي كده حلوه مربى باللوز.